السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حاله جديده. مع تحياتي جميع متابعي قناه عائد الى الغربه. واخيرا اليوم غادي نتكلموا شويه على كونجوان فرونسي او الزواج المختلط بفرنسا، لان بزاف ديال الناس سولوني فيما يخص هذا الموضوع. هذا تكلم لينا على المراحل والمستجدات. اذا على بركه الله غادي نبدا الفيديو ديالي باول حاجه هما المستجدات فيما يخص هذا الموضوع هذا، باش بالنسبه للناس اللي عارفين المراحل او لا انهم ديجا جاوا فرنسا ما عندهم ما يديروا المراحل، كيهمهم فقط المستجدات. ثم المراحل غنبدا فيهم منين تالي المستجدات. اول حاجه غادي نبدا بها في المستجدات هي اللي غتطبق يعني دابا 2022 بارتو، هو ما بقاش 3 سنين ديال الزواج يعني فيون كومان، ولا دابا خص تكون مينيموم 4 سنين. دونك ملي كنقول يعني 4 سنين وقدر الله انني طلقت في هذه الحاله يعني وكنت عندي 4 سنين في هذه الحاله فانا في امان. اما اذا قدر الله وطلقت قبل 4 سنين واخا عندي 10 سنين، باش نجيكم من الاخر، واخا عندي 10 سنين فهذا ما كيعنيش انك انت يعني بامان، وممكن تسحب مني بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات او العامين او لا داكشي اللي عندك. دونك هذا اول شيء فيما يخص المستجدات. ثاني شيء غادي نتكلم عليه اللي سولوني عليه بزاف ديال الناس، واش كاين هذا العام يعني او لا داك التاثير ديال 50% واش كاين على الفيزات؟ لا، ما عمرو ما كانوا ما غاديش يكون حاليا، لانه بعيد يعني كانوا تكلموا فقط على الفيزا السياحيه. دونك نساو ديك القضيه ديال 50%. ثم فيما يخص عاوتاني المستجدات، بزاف ديال الناس كيقولوا لي انه اليوم الفيزا ولات كترفض بزاف بزاف بزاف. كنقول لكم انه هذيك الهضره خاويه، الا شي واحد ترفضت لي الفيزا فقط كيعني ان الميلف ديالو ناقصه فيه شي حاجه او لا شي معلومه او لا شي ورقه. اما الناس اللي كنعرف انا كنت تقريبا يعني كانت الفيزا ديالو كتقبل وكيجيو الناس الحمد لله على خير وبخير. دونك يعني ديك النقطه ديال يكونوا نيجاتيف حيدوهم من راسكم، راه كلشي غادي امور غدا مزيان مزيان مزيان، ما عندنا من نخافو يعني ما كاينش شي حاجه اللي جديده واللي غادي تخلاني. فقط غنشير لواحد النقطه انني سمعت مؤخرا فواحد الارتيكل ان البرنامج الفرنسي يعني مؤخرا كيتكلموا على انه بالنسبه للناس ديال الكونجوان فرونسي، ماشي التجمع العائلي او لو غروبمون فاميليال، كنتكلم دابا على الكونجوان فرونسي، قالوا انهم خصهم يزوروا شويه معاهم، لانه بزاف ديال الناس كيجيو الكونجوان فرونسي وكيدوزوا ديك المده اللي هي 3 سنين وكياخذ الورقه ديالو وكيسمح في الزوجه او لا هو كيسمح في الزوجه ديالو او لا هي كتسمح في الزوج ديالها وكتمشي بحالتها. دونك لاحظوا ان هذه القضيه ولات كطلع بزاف، ان الناس كيجيو على قبل الوراق، لاحظوها وفائده بهم انهم كيوجدوا شي حاله جديده غتجي مستقبلا، هذا فيما يخص الجديد. لكنه اليوم ما كاين حتى شي حاجه، يعني كنسمع بزاف ديال الناس كيتكلموا في هذه النقطه هذه، اليوم ما كاين حتى شي حاجه اللي كيقد ورقاتو يسير به يطلق راسو. ما عرفناش شنو يقدر يجي مور الانتخابات الجداد، ما المهم ممكن يعني ممكن تكون شي حاجه اللي تقدر تصدمنا للاسف الشديد. دونك هذا كله فيما يخص زعما الناس المستجدات فيما يخص ديال الكونجوان فرونسي. دابا ندوزو هنا الناس اللي ما كيهمهمش المراحل، تقدروا تخرجوا ما كاين حتى شي مشكل. مع تحياتي لكم، غنتكلم مع الناس اللي كيسولوني على المراحل ديال هذا الزواج من اترز حتى لزاد يعني حتى للاخر. يعني غنحاول نتكلم بسرعه لاني ما بغيتش نتكلم على الوثائق، هادشي سبق لي تكلمت عليه في الفيديوهات السابقه. انا فقط غنشرح لكم كيفاش كيدوز اولا شنو المراحل ديال الزواج. دونك كما كتعرفوا اول مرحله كنتكلموا عليها هنا في الزواج ديالنا مع اجنبي، اي اننا كنتزوج مع فرنسيه ولا فرنسيه، اولا كنتزوج مع مغربي حاصل الجنسيه فرنسيه، اولا عربي اخر عنده جنسيه فرنسيه. هنا كيتسمى زواج يعني التحاق بزوج فرنسي اولا كيتسمى كونجوان فرونسي. اول حاجه خصنا نفكروا فيها هي السي سي ام. السي سي ام هي كنطلبوا، هي بالعربيه بحال كنقولوا يعني الطلب بالاذن بالزواج الاجنبي. دونك هاد الورقه هادي كنجيبها من القنصليه اللي انت تابع ليها، اولا مثلا انا كنت في مدينه مكناس كنت تابع مدينه فاس، دونك درت الرونديفو ديالي في مدينه فاس عطاو لي من بعد 15 يوم مشينا دفعنا السي سي ام. بالنسبه للوثائق اللي خاصينكم غنحاول نخليهم لكم في العلبه ديال الوصف بالنسبه لشنو هما الوثائق اللي خاصينا. هنا ربما باش قبل ما ندوز للمرحله الثانيه
ربما شي واحد يسولني غادي يقول لي حنايا تزوجنا بلا سي سي ام. شي حد غادي هذوك اللي تزوجوا بلا سي سي ام هذه الجمعه هذه، وشي حد غادي يقول لك او كيفاش تزوج بلا سي سي ام. الناس اللي تزوجوا بلا سي سي ام باش نفهم اللي مزوجين بلا سي سي ام، هو انهم زوج مغربي عنده الجنسيه فرنسيه لكن ايضا حاصل على بطاقه الاقامه، باردون بطاقه الوطنيه المغربيه، سي تادير عنده لاكارت ناسيونال المغربيه، فهو يحق له ان يتزوج في المغرب بلا سي سي ام. دونك هنا داروا الزواج المغربي، ولكن 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 غادي تقلبوا واحد التقليبه من بعد. هلا غنشرحوا فين غادي تقلبوا، دونك ماشي تقليبه ولكن واحد شويه الروتار. الوغ دونك هنا اليوم دابا حنا فرقنا ما بين سي سي ام بلا سي سي ام، يعني انت اللي الناس اللي عندهم لاكارت ناسيونال المغربيه يقدروا واخا من جنسيه يقدروا يديروا العقد ديال الزواج، سي با غاف، انت ما محتاجش سي سي ام دابا، خليك معايا خليك جنب، نكمل مع صحاب السي سي ام. دونك صحاب سي سي ام نورمالمون كيوصلوا لعقد الزواج كيما مثلا الاخرين، هما راهم في عقد الزواج، هما غيتزوجوا بسهوله طن طن طن، غادي يتزوجوا ناضيا. المشكل هو الاخرين صحاب سي سي ام، يعني اللي مزوج بواحد مغربي مثلا ما عندوش لاكارت ناسيونال مغربيه، ولا اجنبي عنده جنسيه فرنسيه ولا فرنسي في بداياته. دونك هنا كيمشيو المحكمه ديال الاسره للاسف الشديد، يعني فاش ماشي للاسف ولكن في شويه تمارا كيحطوا واحد الدوسي قدو قداش بلاندي، غنخليكم يعني علبه ديال الوصف بالنسبه للوثائق ديال الزواج كيفاش دايرين. المهم انا كنحاول غير المراحل، ما نتكلمش نطول الفيديو انا. الوغ كنمشيو لمحكمه الاسره، كندير الطلب ديال الزواج ديالنا في محكمه الاسره، كنتسنى واحد يومين كيردوا عليا كيقول لك سي بون تقدر تزوج، سيرو لا بريفيكتور ولا كيسميو مها كاع ولايه الامن ديال المدينه ديالكم، كدوز واحد بتيت لونكيت بالنسبه للراجل، كيدوز واحد لونكيت كيسولوك طق طق واش خدام طن 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 مرات كاش كتخلص، المهم دي كيستيون نورمال، وابخي تعطيك واحد البريه سي بون، هذيك البريه هذيك كتعرف تديها لمحكمه الاسره، ومعها المحكمة الأسرة حسابهم كتقر لك أنك تقدر تزوج، والعدول كيتزوجكم ديك الساعة بسهولة ما كاين حتى شي مشكل. هادو بالنسبة للناس اللي عندهم يعني اللي أوبليجي خصهم سي سي إم، دونك هادي سي نوتخ شوز. بالنسبة للآخرين سي بون راكم نتوما تزوجتو بدون سي سي إم قلبتو هادو، لكن هما غادي يقلبوكم في أصناف أخرى، أجو تبعوني بجوجكم. دونك هنايا وصلت لكم دابا هنا تقادو بجوجكم، غنجيو للمرحلة الثانية اللي هي شنو هي ترانسكريبسيون دو مارياج ولا لاك دو مارياج. دونك هنا شنو هي الترانسكريبسيون ديال لاك دو مارياج، هو انني غادي نحول لاك ديالك نتا وانت اللي مزوج في سي ام اولا بلا سي ام، غادي نحولو لاك دو مارياج ديالك لاك يكون يولي فرنسي باش نقدر به ندفع الفيزا. هنا هذه هي المرحله الثالثه اللي كتسمى ترانسكريبسيون ديال لاك دو مارياج. دونك هنا كنجمع واحد الوثائق ماشي بزاف، يعني كترجم فقط غنشير غادي نترجمو عقد الزواج عند مترجم محلف، محلف الا ما كانش محلف كلشي غيمشي في الزيرو. الوغ بالنسبه للوراق ديال الترانسكريبسيون كذلك غادي نخليهم لكم لتحت باش تعرفوا شنو خصكم تجمعوا اكزاكتومون. دونك كنديروا كندفعوا ترانسكريبسيون باردون كنجمع ورقات كيمشي الزوج ولا الزوجه اللي في فرنسا، من الاحسن كان سمعت شي وحدين في المغرب تيقول لك انا اللي غندير ترانسكريبسيون دو لاك دو ماريج من المغرب، ترى خصي تما العصا عطي الزوج ولا الزوجه ديالك انها هي تكلف ليك. دونك علاش غتحمقوا راسكم؟ شي حد كيبقى انا كيحمقوا راسهم على والو، اسيدي اخويا اختي، دونك خليو اللي مكلف فرنسا باش غير يطلق الامور ديالو باش الا كنتي باغي تجي. المهم ما عليناش. دونك كنطلعوا كيمشي يعني كيمشي لك الكونجوان اللي هو مقيم ديال فرنسا، كي يدفع الورقات ديالو كيتسنى تقريبا واحد المده ديال المهم ماكسيموم شهرين، كاع الى وصلت شهرين ونص كاع الى طلوم كيعجاوبوه كيعطيوه لاك دو مارياج بالفرنسي، يعني لا ترانسكريبسيون ديال لاك دو مارياج زائد لي فيت فامي يعني الحاله المدنيه. الاخرين اللي بدون سي سي ام ابقاو تما كتسناو، هنا فين كاين المشكل. دونك نتوما مازال ما وصلاتكمش، واخا الاخر وصلاتو من بعد شهرين، انت قلبتي في الاول في سي سي ام غير يعني تزوجتي بلا سي سي ام، وهنا غادي تخلص معنا في شويه ما غادي تخلص. كنهضر معكم بالطريقه هذه لان بزاف ديال الناس كيتزوجوا بلا سي سي ام كيكونوا فرحانين اوقف. دونك هنا صحاب السي سي ام كيقلعوا خدا شهرين خدا السي سي ام ديالك خديتو السي سي ام سير دفع الفيزا ديالك. دونك باردون خديتو ترانسكريبسيون سير داخل الفيزا ديالك دفع الفيزا ما كاين حتى شي مشكل، هي ولي فيت فامي وشتي بعض الوثائق اللي هي سهله. دونك ها انت وصلتي للمرحله الاخيره اللي هي انك غادي تدفع الفيزا، الاخر مازال كيتسنى
بدون سي سي ام. دونك كيتسنى شهر الاول، شهر الثاني، شهر الثالث، شهر الرابع، شهر الخامس، شهر السادس مينيموم. دونك شهر السادس مينيموم عاد كتجاوبو باش كيعطيوه ترانسكريبسيون او لا يعني عقد الزواج او سميتو والحاله المدنيه. احيانا في هاد الناس هادو كيترفض لهم ديك ترانسكريبسيون، كيقول لهم سيروا عاودوا لنا ديك الترجمه، ناقصه كلمه، ناقصه كذا، ناقصه كذا، كيهزوا شويه معاهم ديال الضد. دونك ما عليناش، كنتمنى لهم واحد السعيد الناس يتزوجوا بلا سي سي ام، وحتى ايضا الناس يتزوجوا بلا سي سي ام الله يسخر لهم. بجوجنا وصلنا دابا هنايا، وصلنا بجوجنا وصلنا الفيزا، وصلنا الفيزا، كانت فيها الفيزا ديالي اصلات عن بي، دونك كدوز تقريبا سيمانه 10 ايام. هاد الايام يقدر يكون شويه ديال التعطال، هي غير هاد الايام الحدود المسدوده، شهر شهر ونص ماشي مشكل. مور شهر كتجيك الفيزا ديالك يعني بوزيتيف، يعني شادها اي سي بون، كتدخل لفرنسا، مرحبا بك في الدير الفرنسيه. و واش نقول لك، دونك دابا انا نقول لك مرحبا بك في المرحله الثانيه من بعد ما كتدخل لفرنسا، وهادشي تكلمت عليه في الفيديوهات السابقه. توا دابا نخلي لكم باش تعرفوا شنو تابعكم فرنسا من نهار كتدخلوا فاليداسيون طق 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 حتى لاخر نقطه. اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفيديو ديالي واستوعبتوه مزيان. اي سؤال خليوه في التعليق، راه كاين يعني حتى ولو انا ما جاوبتش، راه كاين الناس اللي كنجاوب بلا صير، كاين الدراري تبارك الله كيجاوبوا كيكونوا ما فاهمين احسن كاع احسن مني وكيجاوبوا الاخوان. يعني ما تيزيتيوش حطوا دي كومونتير ديالكم، مرحبا بكم. ما تنساوش تابعونا في القناه، مرحبا بكم في لاشين، وميعادنا في الفيديو القادم. دمتم في رعايه الله.